ما إن أعلن عن تفشي فيروس كوفيد 19 قبل أشهر، بادر أبناء محافظة شبوة الدارسون للتخصصات الطبية في الجامعات اليمنية بتشكيل فريق تطوعي للتوعية بخطر هذا الفيروس في المحافظة. منذ أن أعلن فيروس كورونا عن انتشار فيروس كورونا في الوطن العربي، شكل هذا الفريق لجنة طوارئ تطوعية، شكلوا غرفة عمليات، وبدأنا نشتغل واحد عمل منظمات المجتمع المدني في التوعية، في مجال التوعية والتثقيف الصحي، وبدأنا نعمل ونعمل دورات تدريبية للشباب، ونجمع يعني نجمع الشباب المتطوعين في مجال الصحي وغيرهم من الكوادر. مهام وأنشطة مختلفة يقوم بها أفراد لجنة الطوارئ التطوعية في التوعية والتثقيف وتدريب المتطوعين ومراقبة تنفيذ قرارات لجنة الطوارئ ورصد المخالفات لتلك القرارات. غرفة عمليات نشطة على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى ومتابعة كل التطورات الخاصة بفيروس كورونا والنزول في حالة استدعى الأمر ذلك. هؤلاء الشباب تقدموا إلينا من أبناء محافظة شبوه الدارسين في كليات الطب في عدد من الجامعات، يقومون بواجبات عظيمة بجهد كبير، فنزولهم إلى الميدان دائم في تغطية الدورات وفي تغطية الرقابة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للطوارئ، وعملهم 24 ساعة. هؤلاء بادروا مبادرة تطوعية تدل على الوعي المجتمعي الذي وصل له أبناء محافظة شبوه. نحث الجميع، نحث المحافظات الأخرى على الاقتداء بهم. تجربة شبابية تطوعية ناجحة تسهم في مجابهة كورونا من خلال الحملات المستمرة للتوعية والتنسيق فيما بين الفرق التطوعية الراغبة في إقامة أنشطة وحملات توعوية تثقيفية إضافية بخطر فيروس كورونا الذي أقلق العالم. أبو بكر حسين، لقناة بلقيس، شبوة.